قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. محليا، دائما أكد محمد دويدن تراجعه عن قرار الاستقالة من رئاسة اتحاد البوليدة، وأضاف بأن فريقه سيستقبل منافسيه الموسم القادم بملعب مصطفى تشكر بالبوليدة، في تصريح أدلى به للزميل بدر الدين حشام. صح، هذا قلته بعد ما كان عندي تعب كبير وإرهاق إرهاق كبير. بعد الأيام شفت يعني بلي شنو نقول لك، لا فان سيزون شفت بلي حتى إذا خسرنا لي دو ماتش ولا لي تروا ماتش نقعدوا المرتبة الأولى، يعني ولات لي نوع من الراحة. بعد ما ولات لي الراحة هذه حسيت بلي كان عندي قدرات باش نكمل في الفريق، يعني وهذيك لا ديميسيون يعني نقدروا نقولوا بلي راهي طاحت في الماء. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.